يبحث الهلال السوداني عن حصد نقاط ثلاث عندما يواجه ضيفه النجم الساحلي التونسي في ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا. وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين عقب العودة من تونس كشفتا عن خيارات جديدة للمدرب فلوران إيبينغي، بينما يدخل النجم المواجهة منتشيا بفوزه في الجولة الماضية وانتصاره على الإفريقي في الدوري المحلي. التفاصيل في تقرير سامر العمرابي. مواجهة حافلة بالإثارة والتحدي تجمع الهلال السوداني بضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الرابعة لدوري الأبطال، وليس هناك خيار أمام كتيبة الكونغولي فلوران إيبينغي سوى الفوز لتأكيد البقاء في المنافسة، خاصة أن الفريق قدم مباراة كبيرة في الجولة الماضية أمام ذات المنافس وخسر بهدف قاتل. نريد تحصيل النقاط على ملعبنا وحصد نقطة واحدة على الأقل خارج الديار، ونريد طبعا الفوز بكل المباريات التي تقام على أرضنا. النجم الذي دخل أجواء المنافسة من الباب الواسع لن يفرط بسهولة في هذه الفرصة، ومن المؤكد أن المدرب عماد بن يونس يرغب أيضا في مواصلة الانتصارات واستغلال الحالة المعنوية للاعبيه لمفاجأة الهلال في ملعبه. نشوفوا في الأربع فرق نتاع المجموعة معناتها النتائج الكل، معناتها ما تنجمش تحكي على فوز فريق على فريق قبل المقابلة، معناتها وزاد عامل الميدان ما عادش نشوفوا فيه معناتها في المجموعة هذه، معناتها المقابلة الجولة الرابعة معناتها يلزمنا نقدموا مقابلة كبيرة. الفرقة الزرقاء خاضت مباراتين وديتين في تنزانيا كشفتا عن جاهزية الغاني أباغنا والزامبي ألبرت كانغواندا وليفواري سينغوني كخيارات مميزة يمكن أن يدفع بها فلوران. أما النجم فقد حقق بدوره فوزا مهما على الإفريقي في الدوري المحلي قبل السفر بهدف نجمه الكاميروني جاكيمبي، ولذلك يبدو واضحا أن المواجهة ستكون على صفيح ساخن. سامر العمرابي، بي إن سبورتس، القاهرة.